ومعنا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي اليمني محمد الأحمدي، مرحبا بك. بداية، كيف تقرأ قرار ميليشيا الحوثي وقف هجمات الصواريخ على الجيش اليمني والتحالف العربي؟ شكرا جزيلا لكم ومساء الخير لكم والمشاهدين. في الحقيقة إعلان ميليشيا الحوثية في ظل الضغط العسكري الذي واجهته خلال الأيام والأسابيع الماضية في أكثر من جبهة، الضغط العسكري من قبل الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي، رضخت للقبول بالانخراط في جولة جديدة من المشاورات. لكنها في الحقيقة قبل يومين أطلقت 3 صواريخ باليستية على محافظة مأرب المكتظة بالنازحين الهاربين من بطش الميليشيا في مناطق سيطرتها، وبالتالي فعليا لا تزال ميليشيا الحوثية لم تلتزم بوقف إطلاق النار حسب ما يعلن على لسان مسؤولين دوليين وأمميين، بل حتى هذه اللحظة لا تزال الميليشيا الحوثية تمارس القمع والترهيب والاختطافات في مناطق الحقب بمحافظة الضالع ودمت، وتمارس أيضا قصفا عشوائيا على السكان المدنيين، وبالتالي فعليا لم توقف إطلاق النار ولا تزال تمارس الانتهاكات على نطاق واسع. لكن في المحصلة النهائية لدى اليمنيين تجارب مريرة مع الهدنة التي تعلن لإتاحة الفرصة للمشاورات مع الميليشيات الحوثية. هذه الميليشيات تستغل فقط أوقات الهدنة المعلنة من أجل إعادة ترتيب صفوفها وإعادة الحرب، إعلان الحرب مرة أخرى أو إحراز بعض المكاسب العسكرية على الأرض. طيب. وتطبيع واقعها كسلطة أمر واقع قهرية وصلت إلى أو تمكنت من السيطرة على السلطة بقوة السلاح والعنف. إلى أي مدى ترى أن هذه الانتصارات التي حققها ويحققها الجيش والمقاومة هي من دفعت ميليشيا الحوثي لهذا القرار؟ بالتأكيد هذه الميليشيا تعتمد في ثقافتها وفي أدبياتها على العنف، والعنف بالنسبة لها استراتيجية، وبالتالي أيضا تمارسه سلوكا في الواقع، وهي لا تصغي إلا للغة السلاح، وهي اللغة التي تفهمها للأسف هذه الميليشيا، ولا تعرف غير لغة السلاح، وليس لديها أي شعور بالمسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه التداعيات الإنسانية الكارثية للسكان في اليمن جراء الحرب التي أشعلت فتيلها هذه الميليشيا بانقلابها على السلطة ونسف أسس الإجماع الوطني وتقويض سيادة القانون في البلد والذهاب باليمن إلى أتون هذه الحرب المدمرة. ميليشيا الحوثي بالفعل لا تفهم غير لغة السلاح، وهي التي عودت المجتمع اليمني والمحيط الإقليمي أيضا على هذا السلوك بالنسبة لها، وهو السلوك المتمثل برفض أي تهدئة أو سلام دائم ومستقر ومستدام، واستغلال فقط فرص الهدن المؤقتة كما أشرت لإعادة ترتيب صفوفها. وبالتالي لا تفهم غير لغة السلاح والعنف، وهي اللغة التي تجبرها على الرضوخ للقبول بمشاورات أو بمبادرات للسلام. لكن ألا ترى أن هذه التهدئة التي رحبت بها الأمم المتحدة تصب في عرقلة تقدم الجيش والمقاومة لتحرير الحديدة؟ بالفعل هي تبدو في نظر اليمنيين مجرد محاولات إنقاذ للميليشيا الحوثية التي بدأت تتهاوى معاقلها ومواقعها في محافظة الحديدة التي تمثل الشريان الرئيسي لإمداداتها بالأموال، و حتى بالنسبة للمعونات الإنسانية والإغاثية التي اعترفت الوكالات في وقت سابق التابعة للأمم المتحدة بفشلها في معركة الجوع في اليمن، كانت كل المساعدات وكل الجهود تصب في خدمة للأسف الشديد الميليشيا الحوثية، والتي تستأثر بالمعونات والمساعدات الإنسانية، وحتى المعونات التي يتم توزيعها للمستحقين إنما يتم توزيعها بشروط وبنظر الميليشيا الحوثية فقط، ولا يستفيد منها إلا قلة قليلة، بينما تذهب في معظمها لتمويل صمود هذه الميليشيا. واليوم تتحدث التقارير الصحفية عن سوق سوداء للمعونات والمساعدات الإنسانية والإغاثية أنشأتها الميليشيا الحوثية بالطبع لبيع المعونات والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالات التابعة للأمم المتحدة أو للمنظمات غير الحكومية.
وبالتالي هذه الميليشيا عندما شعرت بالضغط الشديد عسكريا في الحديدة، شاهدنا تسارع في وتيرة المساعي التي بذلها البريطانيون والأمريكيون أيضا وبعض المسؤولين الأمميين لمحاولة إنقاذ الميليشيا الحوثية والإبقاء عليها كجماعة عنف مسلح. الغرض من ذلك هو الإبقاء عليها كورقة ضغط أو مقايضة ضد المحيط الخليجي تحديدا والسعودية تحديدا، بحيث تبقى هذه الميليشيا طعنة في خاصرة شبه الجزيرة العربية. شكرا جزيلا لك عبر سكايب الصحفي اليمني محمد الأحمدي.